12 شهرا والاعتصامات مستمرة، ذات المخيمات وذات الوجوه المعتصمة، القضاء على الأحزاب الفاسدة، محاربة الفاسدين واقتلاع جذورهم هي جل مطالب المعتصمين منذ انطلاق الحراك الشعبي في العراق. التظاهرات هي مستمرة ولم تنقطع، لكن انقطعت بسبب فيروس كورونا، وحسب اللجنة العليا للصحة أنه نحن ملتزمون بها، التباعد والوقاية، لكن اليوم تجديدا للمطالب. رايدين نتخلص من الفساد اللي عم بالبلد، اللي بسببه الفساد هذا راحوا هو شهداء. السلمية والأساليب الودية هي الأساس التي تمسكت به تظاهرات تشرين. عالم عراقي، أهازيج وشعارات هو نفسها وروحها، هم شهداء ضحوا بدمائهم من أجل العراق وشعبه. أخوي من 11 وصار سنة المتظاهرين سلميين، بس العلم الله وكيلك احنا مستمرين وباقين في ساحات الاعتصام، لدينا مطالب حقيقية ومطالب مشروعة بالدستور العراقي، ولا زلنا سلميين، يعني محافظين على السلمية مالتنا. نفس الوقت محاسبة القتلة والمجرمين اللي للأسف حاولوا انه يقمعونا ويقتلونا وخطفنا وكل الأحوال سواها بسبيل إسكات صوت الحق. لعل الحراك الشعبي اليوم متجه صوب تأييد الوطنيين الذين يعتبر همهم الأكبر هو إنصاف شعبهم وإخراجهم من دوامة الأحزاب الفاسدة، فلا ينجح حاكم في ذلك إن لم يلاقي دعم المحكوم. سنة كاملة والاحتجاجات مستمرة في ساحات الاعتصام، ذات الخيم وذات المعتصمين في ساحة التحرير، دعما للجهود الوطنية الساعية لاقتلاع الفساد من جذوره. من قلب ساحة التحرير في بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.